على طول حراكنا حراك شعبنا المبارك صعودا ونزولا كان هناك إبداع كانت هناك لمسات ملفتة أبدع فيها كل أبناء البحرين على كل المستويات إن على المستوى السياسي فهناك إبداع في قيادة المشهد السياسي وفي قيادة الحراك السياسي برمته وتقدم على ما تقوم به السلطة وإن على المستوى الشعبي فهناك إبداع وأي إبداع فعلى مدى 3 سنوات وشعب البحرين يقدم صورة ناصعة من عمل سلمي راق في أسلوبه مبدع في أسلوبه أبهر العالم كل العالم 3 سنوات وتزيد وشعب البحرين لا زال في الساحات ولا زال في الشوارع ولا زال في الميادين يهتف بسلمية بمطالبه بحقوقه بكل آلامه وإن على المستوى الحقوقي فنحن من يحقق الانتصار تلو الانتصار ونحن من يدير المشهد أحب لنا في كل مكان سفراء في كل العالم يبدعون في وصول في إيصال صوتنا الحقوقي إلى كل العالم وهم محط الاحترام وهم محط التقدير وهم محط الاهتمام أينما ذهبوا في كل محفل في جنيف أو في أي مكان في العالم هم أصحاب الإبداع وهم أصحاب الاهتمام وهم أصحاب المكانة عند العالم وإن على المستوى الفني فبالريشة أبدعنا وبالصورة الفوتوغرافية أبدعنا وبالأنشودة أبدعنا وبالعمل الفني كل العمل الفني أبدعنا هذا هو شعب البحرين سلمي في وسائله نحن لا نملك عددناها قلناها مرارا ليس لدينا ما نملكه غير سلميتنا ووسائل عملنا السلمي هذه أن نتحرك سياسيا بسلم أن نمارس حقوقنا وصوتنا ونوصله إلى العالم بسلم أن نرسم مطالبنا وآلامنا وهمومنا ومشاكلنا بسلمية وبفن راق نعم أبدع شعب البحرين في إيصال ظلامته ومطالبه عبر الكلمة وعبر الصورة الفوتوغرافية وعبر الأنشودة وعبر الأعمال الفنية سلمية راقية كل العالم يقدرها إلا المجانين في هذا البلد كل العالم يحترمها إلا العقول المتحجرة التي لا تقدر عملا سلميا في هذا البلد نعم أنتم محط الاحترام صوتكم يصل إلى العالم وما اجتماعنا هذا اليوم لعرض عمل فني راق فيه صورة من صور آلامنا ومن صور تطلعاتنا ومن صور رسمنا للمستقبل المشرق إن شاء الله القادم إلا هو عمل أيضا من إبداعاتي أو صورة من صور إبداعي هذا الشعب نوصلها لكم ونوصلها لكل العالم الشكر كل الشكر لهذه الأيدي لهذه العقول لهذه السواعد التي تعمل ليل نهار من أجل إيصال ظلامة أبناء شعبنا لكل العالم بكل صورة بكل وسيلة الشكر لهؤلاء الذين سهروا ليلا نهارا منذ بدء حراكنا وإلى يومنا هذا من أجل رفع ظلامتنا ومن أجل إيصال صوتنا شكرا لكل من صور شكرا لكل من مثل شكرا لكل من أبدع
من أجل إيصال هذه الصورة، والشكر لكم جميعا، والحمد لله رب العالمين.